النهارده قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المنقوسية التقى وفد من أعضاء اللجنة الدينية وأعضاء آخرون من البرلمان في الكاتدرائية، وأعرب قداسة البابا عن خشيته من إصدار البرلمان قانون لبناء الكنائس فتضطر الكنيسة لرفضه، مطالبا بالشفافية في إعلان ما يدور داخل أروقة البرلمان. البابا اتكلم كمان عن أقباط المهجر وقال إنه حتى الآن هم يدعمون مصر بشكل كبير، وقال إنه أرسل لهم في الكنائس المصرية في أمريكا مباشرة وقال لهم مفيش مظاهرات تتعمل، وقال أعلم إن مش كلهم هيلتزموا بهذا الكلام. قداسة البابا اتكلم عن اللي حصل في المنيا واللي حصل في بني سويف، وقال إن في مجموعات مؤججة بتخرج بعد صلاة الجمعة وبتتجه لحرق بيت بدعوى انه في كنيسة يعني او بتقام في شعائر كنسية، وقال انه دي ليست جريمة اجتماعية بل اعتداء مقصود، موضحا انه لما بنسمي الاسماء بمسمياتها ساعتها بيبدأ العلاج. وجه البابا نظر النواب قائلا ارجو ان يلفت ذلك نظركم لماذا غضب الاقباط من الاعتداءات الصغيرة والتزموا الصمت بعد حرق الكنائس عقب احداث الفض، ورد وقال كنا مدركين مسلمين ومسيحيين ان احنا بنواجه عدو، اما الحوادث اللي بتقع حاليا فهي اقل حجما مما جرى من حرق الكنائس، ولكن الغضب في الشعب القبطي اكبر بكثير، مختتما كلامه بقوله ارجوكم بكل محبه واخلاص ان تتصدوا لذلك.